يقول السائل، يقول: هل يجوز القراءة ورقية الجمادات ما دامت تحس وعندها خوف من الله؟ إيش؟ يقول: هل يجوز رقية الجمادات ما دامت تحس إذا تعطلت؟ يقول: ما دامت تحس وعندها خوف من الله. كيف رقية الجمادات؟ ها؟ إيش معنى رقية الجمادات؟ جمادات ترقيه ولا نحن نرقيها؟ سؤال ما شغله يعني وجه. نعم.